kromboom, kromboom, maar wat is kromboom? Kromboom, kromboom, maar wat is kromboom? هاد النهار وقعت واحد الحاجة غريبة بزاف. طوموبيل ديال عمتي زينب سرقات. كانت موقفها في جنب الطريق حدا واحد الشجرة عامرة بالنحل، وهي تنزل من الطوموبيل بالزربة، خافت لان النحل يقرصها. وشافت حدا الطوموبيل واحد كيبيع كاوكاو، والتاني كيشوي الكبال، وجوج ديال الخطام. ومني رجعت من الغرض اللي قضات، لقات رويضة سكور تسرقات. ومني سولت الناس اللي كانوا حدا الطوموبيل، مول الكبال قال: اديك الساعة كانت الدنيا مهدنا شوية، وويديني الناس بلاصتي. والخطيب قال: انا كنت قاعد كان صالح في خطيبتي، وما كناش مدينها في شي حاجة اخرى. ومو الكوكاو قال: انا كنت قاعد قدام الكروسات كوكاو وما نطش من حداها. ضروري واحد فيهم قدام اشهد شي مال هاد النحل. اي على العموم انا عرفت اللي سرق رويضة سكور، ولا حتى انت عرفتي قولي لنا شكون هو. واحد مو الكبال، زوج المخطوبين، ثلاثة مو الكوكاو. ارسل الجواب الصحيح على الاس ام اس 93.